تحركات دبلوماسية جزائرية حثيثة على الصعيد المغاربي، الهدف منها توطيد علاقات الجزائر مع دول الجوار المغاربي. زيارة كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوغادوم إلى تونس ووزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود إلى موريتانيا في هذه المرحلة اعتبرها خبراء فرصة لاستعادة الجزائر لمكانتها الإقليمية. مع نجاح الرئيس عبد المجيد تبون ووصوله إلى السلطة وامتلاك السلطة والخارجية، انفتحت وبدأت تمارس في دورها الإقليمي في المغرب العربي والعربي وحتى على المستوى العالمي والإفريقي، باعتبار أنها استعادت كل عافيتها وأنها في أوج قوتها. تطوير التعاون والشراكة وتدعيم التشاور في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنسيق باعتباره خيار ثابت ومبدأ راسخ هي أهم المحاور التي تقف وراء تحرك الآلة الدبلوماسية الجزائرية. الجزائر كما قلت تستعيد قوتها في ميدان الخارجي والمجال الخارجي، ومعروفة الدبلوماسية الجزائرية مدرسة بحد ذاتها، معروفة في حنكتها في حلها للصراعات، يعني هي التي حلت صراع العراقي إيرانيا يا متشاه وصدام حسين وغيره، وأينما ذهبت إلا ومدت يد العون باعتبار أنها كما قلت سياسة رصينة وسياسة تبحث دائما عن لم الشمل سواء المغاربيين أو على مستوى الإفريقي أو على مستوى العربي. بعد الجولة الإفريقية الناجحة لوزير الخارجية صبري بوغادوم، الجزائر تتحرك صوب دول الجوار بهدف توطيد علاقاتها المغاربية لرفع مستوى التفاهم والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة مختلف التحديات.